أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس التركي سيطرة مقاتلي الجيش الحر على وسط مدينة الباب شرق حلب، مؤكدا أن السيطرة على المدينة بالكامل مسألة وقت. وتحاول روسيا عرقلة مشروع المنطقة الآمنة إذ رعت اتفاقا سلمت موجبه ميليشيا الوحدات الكردية مدنا وبلدات بريف حلب الشمالي إلى النظام. التفاصيل في تقرير لساري عبد الحق. خصوم كثر يجتمعون عند مدينة الباب شرق حلب، وكل منهم يرغب في إخضاعها لجهته. فالمدينة الاستراتيجية بموقعها تشكل صراع نفوذ بينهم. الجيش الحر المدعوم تركيا يتمكن بعد شهور عديدة من دخول المدينة والوصول إلى وسطها بحسب ما بث من صور، وبحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد أن السيطرة على المدينة بالكامل مسألة وقت، وإن مدينة الباب جزء من خريطة المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها بدءا من إعزاز ووصولا إلى جرابلس بمساحة تقدر ب5000 كيلومتر مربع. في أثناء عملية درع الفرات التي يقودها الجيش الحر بدعم تركي، ثم لاعبون آخرون على الساحة يحاولون عرقلة حلم المنطقة الآمنة كميليشيا قسد في مدينة منبج التي تبدو الهدف القادم للجيش الحر والنظام الذي يحاصر الباب من الجهة الجنوبية في محاولة لصناعة خطوط أمامية لقواته بدعم روسيا التي رعت اتفاقا تم بموجبه قيام ميليشيا الوحدات الكردية بتسليم مدن وبلدات بريف حلب الشمالي إلى النظام كتل رفعت وتل جبين وحردنتين ومعرس تلخان وماير ومنغ، وهي مناطق مجاورة لإعزاز وتدخل ضمن خارطة المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها. وهنا تطرح علامة استفهام كبيرة إذا كان لدى تركيا الحق في محاربة الوحدات الكردية باعتبارها تنظيما إرهابيا، فهل ستفعل ذلك مع النظام الذي استلم تلك المناطق، خصوصا أن تركيا تلقت رسالات عدة في الأيام الماضية بعد مقتل 3 جنود لها بقصف روسي ادعت موسكو أنه عن طريق الخطأ. وعدا عن ذلك فما زالت تركيا تخسر المزيد من جنودها على جبهات تنظيم الدولة، إذ قتل جندي وأصيب 2 في اشتباكات مدينة الباب في الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد قتل الجنود الأتراك منذ بداية عملية درع الفرات في أغسطس الماضي إلى 67. وإذا تمكنت تركيا من غلق الباب في وجه النظام وميليشيا الوحدات الكردية معا، فهل ستكون قادرة على تحقيق طموحها بإنشاء المنطقة الآمنة التي تدخل فيها حسابات إقليمية ودولية وتحمل أبعادا سياسية وعسكرية، ما يجعل النظام وروسيا يرفضانها حتى الآن. أجد الترحاب بالأستاذ فيتشسلاف متزوف المحلل السياسي ضيفي من موسكو، وأرحب بالأستاذ مصطفى سجل رئيس المكتب السياسي في اللواء المعتصم ضيفي من الريحانية. أهلا بك أستاذ مصطفى. أبدأ معك، الجيش الحر هو دخل المدينة، الأخبار تحدث بأنه وسط المدينة، هل لك أن تطلعنا جغرافيا أين قوات النظام، أين جيش الحر، أين ميليشيات قسد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الآن قوات الجيش السوري الحر تقاتل داخل مدينة الباب مع فرض السيطرة وتشديد الحصار من الجهات الأربعة لمدينة الباب. كل يوم عندنا تقدم نحرر المزيد داخل مدينة الباب. تم اليوم يعني الاقتحام والسيطرة من الجهة الشمالية لمدينة الباب، ويوم أمس حققنا نتائج كانت مهمة جدا، حيث أن فرضنا السيطرة على دوار تادف والذي يقع إلى الجهة الجنوبية من مدينة الباب، وتمكننا يعني بهذه السيطرة على قطع الطريق على تقدم الميليشيا الإيرانية التي تتقدم من الجهة الجنوبية باتجاه مدينة الباب تحت مسمى قوات النظام. حقيقة الأمور الميدانية إن شاء الله جيدة جدا بالنسبة لقوات الجيش السوري الحر، ولكن لا ننكر أنه هناك يعني مواجهات شرسة جدا يخوضها الجيش السوري الحر. وأيضا مما يزيد أو يصعب عملية التقدم والتحرير أن تنظيم داعش الإرهابي قام بالتمترس خلف المدنيين واتخاذ المدنيين دروع بشرية، مما يصعب العملية وحقيقة يؤخر عملية التقدم
التقدم وفرض السيطرة بشكل كامل، ولكن نؤكد أن فرض السيطرة هو مسألة وقت لا أكثر إن شاء الله، قليل من الوقت، وسوف تعلن مدينة الباب محررة وتعود إلى حضن الثورة. نعم ماشي. طيب سيد متسوف، لماذا روسيا تحاول إفشال المشروع بالقيام بعمل منطقة آمنة؟ وذلك واضح وجلي بأن روسيا تقوم بدعم قوات النظام شمالي حلب. روسيا لا تمانع من إنشاء منطقة الآمنة، ولافروف قال بكل الوضوح أن إعلان المنطقة الآمنة اليوم تختلف من طرح هذا الموضوع منذ سنتين، عندما كانت هناك فكرة منع طيران الجيش السوري عربي سوري لتحلق الأجواء السورية، واليوم يجري حديث عن غير موضوع. موضوع المنطقة الآمنة للأهالي ضد داعش والقوى الإرهابية أخرى. هذا شيء آخر. طب ما هي القوى الإرهابية الأخرى؟ بما أنه الآن الموضوع واضح بمنطقة الباب، مدينة الباب، في موجود ثلاث قوى: الميليشيات الكردية قسد، قوات الإيرانية اللي هي تحت غطاء قوات النظام، والجيش الحر المدعوم من تركيا وداعش. هذا مشكلة فعلا، هذا مشكلة فعلا كبيرة. وأنا روسيا مع مين؟ أعبر رأيي أنا شخصي أن لا يجوز أن ثلاث اتجاهات سوف تقوم بالمعارك والهجمات على مواقع داعش من ثلاث أطراف بدون تنسيق الميداني بينها. ولذلك إذا هناك جيش سوري حر لا تعمل تنسيق مع جيش عربي سوري أو جيش تركي لا تعمل تنسيق معها، دليل أن عاجلا أو آجلا سوف يكون خط الالتماس تصطدم مع بعضهم بعض. طيب يعني هذا ما سأذهب الحديث عنه الآن الكردية. هي موضوع خط التماس. هناك الأمريكان. نعم خط التماس اللي هو الاشتباكات، الوضع معقد أستاذ مصطفى ليس كذلك؟ صحيح. هل سنشهد ربما اشتباكات حقيقية بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة روسيا؟ يعني وكأن التوافقات أو التفاهمات الروسية التركية ستختلف في مدينة الباب. طبعا دعني أؤكد من خلال منبركم أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو توافقات بين الجانب التركي والجانب الروسي حول عملية درع الفرات. دعني من الإعلام ودعني من يعني ماشي، لكن أستاذ مصطفى التي يقولها ماشي، لكن لحظة ماشي، لكن في لحظة من اللحظات كان هناك دعم جوي لدرع الفرات روسي. إطلاقا هذا الكلام مرفوض تماما. ما نفذه الطيران الروسي هو ضرب للجيش السوري الحر واستهدف الجنود الأتراك، أما العمليات أو الغارات السابقة كانت كلها تصب في صالح الميليشيا الإيرانية. للأسف روسيا ما زالت تدعم الإرهاب الممثل ببشار الأسد والفصائل الموالية له، الميليشيا الإيرانية وداعش والبيكاكي. هذه هي الحقيقة على أرض الواقع. روسيا حتى هذه اللحظة هي تقف إلى جانب الإرهاب. أنت تسأل ضيفك السيد متزوف من هي القوى الإرهابية؟ بكل صراحة روسيا ترى في الشعب السوري أنه هو القوى الإرهابية ويجب القضاء على الشعب السوري. أؤكد بعيدا عن الإعلام والتسويق الإعلامي الروسي عن أن روسيا توافقت مع تركيا حول عملية درع الفرات. إطلاقا سيد الكريم، روسيا تحاول وبشتى السبل والإمكانيات عرقلة تقدم عملية درع الفرات. درع الفرات حقيقة أفشلت المشروع الذي كان يهدف لإقامة إقليم كردستان سوريا، والآن تفشل المشروع الذي يهدف لإعادة إنتاج نظام بشار الأسد. وأنا أطمئن الشعب السوري بأن محاولات روسيا الأخيرة والتي تهدف لعرقلة التقدم باتجاه تل رفعت وباقي المناطق التي احتلتها الميليشيا الانفصالية مؤخرا، حيث أنها استقدمت الآن ميليشيا النظام، أن هذا المشروع لن ينجح إطلاقا. لكن طيب كيف لن ينجح؟ ماشي ماشي أستاذ مصطفى،
ماشي ماشي ماشي. ولكن الجيش السوري الحر قادر أن يواجه قوى النظام. طب يعني بالتالي أستاذ مصطفى، لا يوجد أي اتفاقية تمنع قوات الجيش السوري الحر من التقدم ومواجهة ميليشيا إيران والتي طيب تعمل تحت مسمى قوات النظام. طيب ما أنك تحدث عن ترفعته مني وتحدث بأنه الآن المتواجدين هناك قوات النظام بعد ما تم الاتفاق مع القوات الكردية والميليشيات قسد ما إلى ذلك. تركيا هل ستقوم بالذهاب إلى تل رفعت؟ هل ستدعم الجيش الحر في تل رفعت ومنا؟ هناك ما يمنع الجانب التركي من الذهاب، ولكن لا يوجد ما يمنع الجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر توافق مع الجانب التركي على تحرير منطقة تكون منطقة آمنة وملاذ للمدنيين الهاربين من ظلم الأسد وظلم داعش والبيكيكي. وعند انتهاء هذا المشروع، مشروع المنطقة الآمنة، سوف يسلم الجيش السوري الحر هذه المنطقة للإدارة المدنية، ومن ثم يستكمل عمليات التحرير. الجيش السوري الحر حقيقة معني بتحرير كامل الأراضي السورية. لا يوجد أي اتفاقية مع أي جهة كانت بأننا سوف نقف عند حدود معينة. نظام الأسد هو رأس الإرهاب، هو الداعم الحقيقي للإرهاب، هو الذي أوجد داعش، هو الذي أوجد البيكيكي. هذا ما عليه أن يفهمه الجانب الروسي. إن كانت روسيا تريد حقيقة أن تحمي المصالح الروسية طيب على الأرض السورية، وإن كانت تريد أن تحمي مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية، عليها أن تزيل بشار الأسد وأن تجلس للوصول إلى تفاهم حقيقي مع الشعب السوري ومع جيشه الحر. ماشي أستاذ متزوف، ما الذي يمنع تركيا أو الجيش الحر من التقدم والاشتباكات في تل رفعت ومنغ مع قوات النظام أو الميليشيات الإيرانية المتواجدة هناك؟ لماذا نذهب إلى السيناريو الذي يتحدث بأن هناك تنسيق تركي أمريكي لإقامة منطقة آمنة يتحدث عنها ترامب؟ طبعا هذا التقلبات في موقف تركي مشكلة خطيرة. لماذا؟ لأنه كانت عدة أشهر يجري مفاوضات على أرض تركيا بمساعدة جيش التركي ضباط الأتراك، مفاوضات بين قادة الميدان ووزارة الدفاع الروسية التي كانت تمثل الجانب الحكومي السوري مكلف منه. وكانت نتيجة من هذه اللقاءات على أرض تركيا اجتماع في أستانا، اجتماع الأولى، اجتماع الثانية، وبعد كم يوم 15-16 شهر جاري سيكون هناك اجتماع الثالث. وأي مواضيع يناقشون؟ الحديث مختلف عن أستانا وجنيف. يناقشون وقف إطلاق النار، ماشي، لكن أتحدث وليس الحرب. ماشي سيد متزوف، أتحدث الآن عن موضوع آخر تماما. هل من الممكن أن يكون هناك تنسيق تركي أمريكي لإقامة منطقة آمنة؟ لا أتصور أن أمريكا توافق على هذا أولا. هو مطلب أمريكي الآن، مطلب أمريكي يا سيد متزوف. ليست لديه نية أن يصطدم مع جيش الروسي موجود في حميميم. بدون تنسيق مع روسيا أمريكا لم تتحرك. وإذا هم يجهزوا ويشجعوا المنظمات المسلحة التابعة لحزب اتحاد ديمقراطي كردي، كيف سيكون هناك اصطدام بين أكراد وأتراك؟ مشكلة الأمريكية هي في تصالح بين أكراد وتركيا. إذا أنتم تعتبروا أن هذا ممكن، أنا لا. ولذلك هناك مشكلة ليست بين تركيا وروسيا، أما هناك موضوع الحساسي، علاقات بين أمريكا وتركيا بخصوص الحركات الكردية. وأنا شخصيا أعتقد طيب في أسرع الوقت على حركات تركية كردية تقوم بعلاقات مع جيش العربي السوري أفضل سيكون للجميع. وجيش سوري حر إذا يعتبر طيب أن هو على طريقة حل سياسي لازم أن يدخل الاتصال مع جيش العربي السوري ويتفق معه، وهذا هو الأساس. طيب يعني بدون أي اصطدامات، ماشي، دعنا اشتباكات المسلحة. ماشي 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 سيد مصطفى، دعنا ننظر فقط في حديث تفضل به الأستاذ مصطفى، أنه حتى إذا لم تريد القوات التركية دعم الجيش الحر في منغ لقتال تنظيم الدول نظام الأسد، فالجيش الحر خرج قبل تركيا لقتال النظام. شكرا لك سيد فيتشلاف بتوسوف المحلل السياسي ضيفي طيلة هذه الحلقة من موسكو. الشكر نوصل لك أستاذ مصطفى سيجي رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم ضيفي من الريحانية. شكرا لكم يا الفاضل، لقاكم يوم الغد، فإلى حين دمتم بخير، السلام عليكم.